سامسونج جالاكسي اي 70 اخيرا في الاسواق الجزائريه. هل هذا الهاتف الذكي صالح للشراء؟ هل سعره مناسب في الاسواق الجزائريه وحتى في الاسواق العالميه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، تابعوا معي حتى النهايه. السلام عليكم أصدقاؤنا، مرحبا بكم، معكم مولاي أمين من قناة أمني، اليوم في تحليل للسامسونج جالاكسي اي 70. هل هذا الهاتف الجديد دخل بأسعار جيدة في الجزائر؟ هل هي متناسبة مع الأسعار العالمية؟ وهل هو أصلا هاتف ذكي صالح للشراء؟ نتحدث أولا عن تصميم هذا الهاتف. لدي تصميم تقليدي نوعا ما، في الجهة الخلفية هو نفسه اي 7 2018، في الجهة الأمامية لدي نوتش قطرة الماء والشاشة تشغل الواجهة كليا تقريبا. يزن الهاتف 183 غرام وسمكه 7.9 ملم. عن الشاشة هي سوبر أموليد بحجم 6.7 إنش، دقة FHD+، مع كثافة بيكسلات قدرها 393 PPI، تأخذ من الواجهة ما يقارب 86%. الهاتف شغال على نظام أندرويد 9.0 مع واجهة One UI مع معالج كوالكوم سنيب دراجون 675، حقق على منصة فحص الأنتوتو 198 ألف نقطة. كما يأتي مع رام 6.8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، قابلة للزيادة عن طريق ميكرو اس دي. الآن نقوم بتحليل خفيف للأشياء التي ذكرناها. فلدي هنا هاتف من الفئة المتوسطة بتصميم من البلاستيك ووزن ثقيل نوعا ما، وهذا الشيء الذي أعبته. كما أعبت التصميم التقليدي للهاتف، فلا شيء جديد في الجهة الخلفية. أما الأداء 168 ألف نقطة فهو أداء ضعيف نوعا ما، وستعرفون ما أتحدث عنه عندما ننهي هذا الفيديو. ننتقل الآن إلى كاميرات هذا الهاتف، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعجبني كثيرا في هاتف جالاكسي اي 70، حيث لدي كاميرا أساسية 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.7، وكاميرا ثانوية 8 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة لصور بورترية 5 ميجا بكسل صور فيديوهات 4K، وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. حقيقة أداء هذه الكاميرات سواء الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في الإضاءة العالية وفي الإضاءة الخافتة في هذه الطبقة السعرية تحديدا هو رائع ورهيب جدا، واحد من افضل الخيارات. اذا الاي 70 يعطينا واحده من افضل الكاميرات، ويحمل طبعا الهاتف منفذ سماعات بلوتوث الجيل الخامس USB Type-C ومستشعر بصمه مدمج تحت الشاشه. كما ياتي مع بطاريه 4500 ملي امبير، وهي مناسبه للشاشه العملاقه مع شحن سريع باستطاعه 25 واط. سعر هذا الهاتف العالمي هو 400 دولار، اما سعره في الجزائر فبدا من 64000 دينار جزائري حتى 67000 دينار جزائري، وهذه هي الأسعار التي وجدتها في الولايات الكبيرة. هناك من يحدثني يقول لي أن الأسعار مختلفة، ويقول لي لقيت الهاتف ب 80000 دينار جزائري، يعني 8 ملايين. هذا البائع محتال. السعر الذي قلت عنه هو السعر الذي دخل به هذا الهاتف، وهو سعر عالي نوعا ما. لماذا سعر عالي؟ لأن لدينا عيب في هذا الهاتف. العيب هو التصميم، هذا هو الشيء الأول، والعيب الثاني هو الأداء. الأداء ضعيف مقارنة بسعر هذا الهاتف. 67000 دينار جزائري مع هذا الأداء أعتبره أداء متوسط. والخيار البديل الذي أراه لهذا الهاتف وتجدونه متوفر في الأسواق وهو شيومي بوكوفون F1. هذا الهاتف بأداء عالي جدا، ربما ضعف أداء هذا الـ A70 أو أكثر، مع مواصفات عالية وكاميرا قوية وعديد الميزات. ولكن جالاكسي A70 مميزاته هي الشحن السريع، مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، لدي كاميرات خلفية وكاميرا أمامية يعني قوية جدا في هذه الطبقة السعرية، ولكن أجد السعر مرتفع نوعا ما. لو كان سعره 55000 دينار جزائري أو بالدولار 320 دولار وكذا، فأرى أن هذا الهاتف مناسب. يعني في حال انخفض سعر هذا الهاتف مع الوقت سيصبح خيار مناسب للشراء. وبالحديث عن مميزات هذا الهاتف، فقد خطر على بالي منافس قوي جدا، ألا وهو شيومي مي 9. هذا الهاتف الذي احتل المرتبة الأولى عالميا في منصة فحص الأداء أنتوتو، حيث حقق 372000 نقطة، وحقق أيضا أداء كاميرا قوي جدا، حيث أتانا ب 107 نقطة لمنصة فحص الكاميرات، وهو أداء عالي عالي جدا. وهذا الهاتف يباع ب 390 دولار لنسخة 6 جيجا بايت، تجدون رابط شرائه أسفل هذا الفيديو لمن أراد شرائه، فهو منافس قوي جدا. ولا تبخلوا علينا أيضا بترك رأيكم في خانة التعليقات، لايك للفيديو، الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، لتتواصلوا بمراجعتنا وفيديوهاتنا التقنية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.